يعقد اليوم حزب التقدم الاشتراكية دورة اللجنة المركزية للحزب في إطار ما تعرفه الساحة الوطنية من تطورات. طبعا نعقد هذه الدورة وفلسطين تستمر في المعاناة، ونعبر في هذه اللجنة عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني ووقوفنا إلى جانبه ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم. كما نعقد هذه الدورة من أجل مناقشة القضايا الوطنية المرتبطة بالحصيلة الحكومية بالنسبة لنصف الولاية. وتعلمون أن حزب التقدم الاشتراكية كان في طليعة أحزاب المعارضة عندما تقدم بمبادرة كان لها صدى، وهي مبادرة رسالة مفتوحة رقم 2 موجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وهي الرسالة التي وقفت على مجموعة من النقائص والثغرات والإخفاقات التي عرفها العمل الحكومي في السنتين ونصف اللتين مرتا. وعلى هذا الأساس اليوم نريد أن نحشد القوى الحزبية المختلفة من خلال هذه الاجتماع لمواصلة العمل الحزبي على مختلف المستويات في مختلف أوساط المجتمع من أجل التحضير لما سيأتي من موقع المعارضة الوطنية البناءة. وما نطمح إليه هو أن نكون قادرين على التأثير إيجابا في اتجاهين يسيروا في نحو مزيد من الديمقراطية ومزيد من العدالة الاجتماعية الفعلية ومزيد من التنمية الاقتصادية، وأساسا مزيد من الاهتمام بالشأن السياسي، وهو الشيء الغائب تماما عند هذه الحكومة.